مرة تانية مشاهدين هرك سعيد مستمرين مع بعض فقراتنا. وصلنا لفقرة هامة جدا، عايزة أقول لكم بس حاجة، أنه الأفكار البسيطة والغريبة والجديدة مهما كانت صغيرة بس حقيقي فعلا ممكن تخلق مشروع كبير جدا وتعمل تغيير حقيقي. وده اللي خلى ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو المؤرخ بسام الشماعي يعمل فكرة بسيطة وغريبة وجديدة، وهي أخذ أكبر صورة سيلفي مع تمثال أبو الهول ليلة رأس السنة أو يوم رأس السنة. أعتقد أنه هي فكرة يعني تستحق الاهتمام، لأنه أعتقد أن هي ليها أهداف مهمة جدا جدا. هنعرف كل التفاصيل عن الموضوع ده مع ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو الأستاذ بسام الشماعي، وهو عضو جمعية الدراسات التاريخية. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليك استاذ بسام. انا بنبسط جدا للمرة برضو 50 اللي بقولها كده انك بتكون موجود معانا. الحقيقة فعلا الواحد محتاج يعرف بعيدا عن المبادرة النهاردة انه يعرف حاجات كتير عن تاريخ بلده، يعني عيب قوي الغرب يبقى عارف اكتر مننا واحنا هنا في بلدنا ما نعرفش حاجات كتير عن تاريخنا الفرعوني او تاريخنا القديم. فخليني اول اتكلم معاك عن المبادره الغريبه والبسيطه جدا في نفس الوقت اللي حضرتك انطلقت بيها بقالك يعني فتره قليله. احكي لي عن المبادره، احكي لي هتبقى امتى والساعه كام والهدف من المبادره كان ايه. طيب تملي بنقول وزاره السياحه ووزاره الاثار يجب ان يهتموا بالاثار ويجب ان يهتموا بالتنسيق السياحي مع العالم، لان هم المعنيين بالشيء، هم اللي مسؤولين واخدوا المسؤوليه دي ودي عليهم. انا بقول بقى على الناحيه الاخرى، احنا كمان كشعب وكمواطنين ناس، يعني انا ما بعملش في الحكومه، ما لا اعمل في وزاره الاثار، لكن عايزين نقول للعالم كله احنا متواجدين في حضارتنا. ومن هنا جت فكره السيلفي. السيلفي اولا كول، ادي اول صفه ليها ان هي بقت حاجه كول في العالم دلوقتي، كل الدنيا بتاخد سيلفي. شفنا الفنانين كلهم في جائزه اوسكار اتجمعوا في صوره عمرها ما هتحصل تاني. أيوة في سيلفي فعلا. وشوفي الصوره عملت كام مشاهده في العالم لمجرد عدد من الفنانين اتجمعوا وعملوا الفكره البسيطه دي. بسيطه لكن شوفي قد ايه عملت شغل في العالم. ايه الفكره ببساطه؟ ان انا بدعو كل الدنيا، يعني مصريين صغيرين كبار، بل بالعكس انا عايز الام تشيل البيبي بتاعها وتيجي. هل بتتكلم عن المصريين فقط ولا الدعوه كمان بتهتم بنطاق اوسع من كده، من المصريين والخليج عموما؟ العالم كله، مصريين، اخواننا العرب، القناصل، السفارات، كل الشركات الاجنبيه والغير اجنبيه، المالتي ناشونال، المدارس، واوريدي عندي مدارس دوليه جايه لي ان شاء الله بطلبه. ده هايل جدا. انا بجد كده نفسي كنت لسه بتكلم مع حد بقول له ليه عندنا، ليه اطفالنا من هم صغيرين نبدا نقدم لهم ونسرد لهم المعلومات البسيطه بحيث يفضل تتراكم عنده فكره ان هو صاحب يعني من الاف السنين. انت صاحب ده، انت صاحب يعني ده. فكره ان الام هتمسك البيبي بتاعها وخلي بالك ان بعد ما نخلص الصوره ان شاء الله، هي التجمع هيبقى الساعه 12 ظهرا، هيبقى الجو حلو باذن الله ان شاء الله يوم 31 ديسمبر اللي هو اخر يوم في السنه. وده يوم بيبقى عامه عندنا في السياحه، انا مرشد سياحي عامه في السياحه بيبقى بيسموه هاي سيزون، بتبقى قاعد حتى يعني الناس اللي بتبقى مثلا ممكن تبقى الموسم بعافيه شويه ساعات وكده، لكن في ايام ديسمبر دي وفي ايام الكريسماس وايام الحاجات دي بتبقى العلو شويه اعلى. حتى الاجانب اللي عايشين في مصر بيبداوا يطلعوا يتفسحوا لو مش هيروحوا بلادهم ياخدوا الاجازه. فالتجميعه دي تجميعه عالميه وطنيه شعبيه حكوميه، لان انا لما كلمت الحكومات وكان ولازم اقول هنا ان انا ما بكملش الجمله حضرتك، يعني بقول لهم انا بفكر في صوره سيلفي قدام ابو الهول عشان نقول للعالم انا عايز بوز. انا عايز اخش معاك اخدم ازاي بصراحه. تمام حلو. الواحد زي ما بننقد، وعلى الكلمه دي انا نقدت كتير، لكن برضه لما بتبقى في حاجه حلوه بنقولها لازم. جهاز مثلا التنسيق الحضاري، المهندس ابو سعد لسه ما كملتش الجمله اللي هكلم لك تنشيط السياحه واكلم لك كذا. والله انا سعيده جدا بالسرعه في الاداء ده، تحفه بصراحه. فده بيشجعني جدا. عندي مجموعه من الناس مش مرشدين سياحيين ومش اثريين بس متطوعين لهذه الحمله، ما عندكش فكره بيعملوا ايه وبيسافروا منين عشان يجوا لي، وطبع ورق وتوزيع الورق بتاع ان الساعه 12 هنتجمع قدام في ساحه رمليه حضرتك قدام ابو الهول. قدام ابو الهول كده في معبد اسمه معبد ابو الهول ومعبد الوادي جنبيه، وقدامه في بقايا الميناء القديم، وده هنشرحه لما هنبقى هناك، لان في ناس كتير جدا ما تعرفش ان في ميناء. لو مش في ناس كتير ما تعرفش، هو اساسا ما في حاجات كتير جدا ابسط من كده ما نعرفهاش. انا ما بلومهمش لان انت حاطط برضو الاثار دي لازم تحط لي علامه كبيره تشرح، لكن دي ده هدف تاني. قدامه بقى في ساحه كبيره رمليه كبيره، دي اللي احنا هنتجمع فيها وهناخدوا هذه الصوره السيلفي، وهيبقى معانا ان شاء الله مصورين برضو ناس محترفه جايه برضو من بره القاهره وحاجات كده، كله تطوع بان احنا ناخد الصوره دي. كل ما الصوره دي عدد الناس فيها كتر كل ما انا انجزت اللي انا عايز اعمله من الحمله دي.
طب الادفيرتايزنج بتاع الحمله دي يا استاذ بسام ما ينفعش بس من خلال الاعلام، مظبوط، لازم يكون بطرق تانية عشان تقدر توصل للعالم الخارجي على اساس حتى تكلمهم بلغتهم فيفهموا احنا عايزين ايه من المبادره دي. احسن. ولذلك احنا في الميتنج بتاع المتطوعين قلنا يا جماعه في هنروح للقناصل وهنروح للسفارات. عامه الوقت ده بيبقى وقت اجازات، فنرجو ان للي مش هيسافر لبلده ياخد الاجازه وقاعد ان هو مشرفنا تعالى قدام ابو الهول، لان خدي بالك في حاجه تانية هو هيكسبها لو جه كمصري او كاجنبي. لو في سياح معديين من غير مرشد سياحي لو عايزين تنضموا علينا في الصوره يلا تنضموا علينا في الصوره. حلو جدا. هنخلص الصوره 12 قولي على واحده ان شاء الله هنخش كلنا معبد بجانب ابو الهول على بعد خطوتين مشي اسمه معبد الوادي. معبد الوالي. انت عايزين نشوف صور كده واحنا بنتكلم مع بعض. تمام كده. وهنبدا نعمل محاضره. دي صوره طبعا قديمه جدا. دي صوره لو اقول لك دي عامله زي تقولي النهارده يا بسام انت بتعمل سيلفي في 2016 ادي سيلفي اتعملت في 1860ات. اتعملت ازاي؟ بس ما كانش لسه اسمها سيلفي يعني. كويس. ابيض واسود 1860ات. مين دول؟ عشان تعرفوا يا مصريين. مين دول؟ لو تعرفوا يا مصريين ازاي لو احنا عملنا 31 ديسمبر دي هنرجع ذكريات الحاجات الحلوه دي. دي مجموعه يا جماعه من اليابان. كويس. ودول كانوا مبعوتين من اليابان لاوروبا. بصي القصه العظيمه، شوفي بلدك في الالف وتمنميات ما بنتكلمش قبل الميلاد وعظمه الحضاره دي حاجه تانية. دول كانوا مبعوتين اوروبا علشان يتعلموا من اوروبا ازاي اوروبا تقدمت وياخدوا التقدم ده ويرجعوا بيه اليابان. نعم. 1860ات. فاللي حصل يعني بقى من كذا سنه طبعا عشان يروحوا اوروبا لازم يعدوا على مصر لان ما فيش قناه السويس لسه ما خلصتش، فلازم يعدي على الاراضي المصريه. فجه في السويس وراح منزل المركب بتاعته وراح راكن وراح نازل ديجت فرقه الساموراي دي المشهوره، وكان معاهم واحد اسمه فوكوزاوا. فوكوزاوا ده كتب اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي ده. كتب الياباني في مذكراته في زياره مصر الاتي قبل الصوره دي. نعم. قبل الصوره دي بايام. نعم. معدوده. نزلنا السويس لقينا قطر. اليابان منبهره ان احنا عندنا قطر. بوجود قطر لان اليابان ما كانش فيها قطر. ايوه. اول بكلام فوكوزاوا ذات نفسه بكلام الياباني ذات نفسه في المذكره اللي مكتبه اسكندريه في ذاكره مصر المعاصره هي اللي الرخ ده القطر ده بالنسبه لهم كان بدعه. اول قطر شافته اليابان كان مصر وكان خط ايه؟ كان خط السويس القاهره. ادي واحد دي المجموعه دي هي اللي قالت الكلام. نعم. اتنين قال بصي بقى الايه الكومنت بتاع التعليق بقى بتاعه على القطر ده ايه؟ ويجري بسرعه. قطرنا احنا من السويس للقاهره الياباني منبهر بيه لانه بيجري بسرعه. دلوقتي انت بتتكلمي على قطار الطلقه اللي هو البولت ترين ده اللي هو بيوصل اسكندريه مش عارف ده 20 اعطس يكون وصل على طول بس ارمشي تلاقي نفسك في اسكندريه. كويس. يبقى دي نمره 2. نمره 3 لقوا حاجه في مصر اسمها التلغراف. اوكي. ده اختراع ده يا جماعه يعني ايه اعمل كده اهوت فتوصل رساله لحضرتك في الناحيه الثانيه. فدي نمره 3. مش مصدقه. مش مصدقه. خدي الرابعه بقى والاخيره علشان نرجع تاني لموضوع الايه السيلفي بتاع سفنكسي. على فكره الحمله اسمها سفنكسي بندلعه يعني. كويس. مش سفنكس بس سفنكسي. كاتب بيقول الياباني ان الحمامات في الشوارع في القاهره بيدفع لها اكتر من الحمامات اللي عندنا في طوكيو، وده دليل على ارتقاء الحاله الاقتصاديه للقاهريين اكتر مننا في اليابان، لان هم عندهم استعداد يدفعوا للحمام بتاع الشارع عشان يخش الحمام بيدفع اكتر مننا. حماماتهم انضف وكبيره وبتدفع لها اكتر. يعني انت كنت اقتصاديا اكتر من اليابان. ادي الانبهارات اللي انبهرها ده ناهيكي بقى عن ان هو درس التشريعات القانونيه واخد التشريعات القانونيه دي وراح رايح على القاهره وراح الجيزه زار بقى الاثار وزار الاهرامات وتصور قدام ابو الهول الصوره. انا مش عارفه هو ده يضحك ولا يزعل ولا انا مش عارف الاثنين. ويمكن يبقى انا بتملي ليا كلمه كده بقول همي يبكي وهمي يبكي، لكن انا بقول ايه؟ طيب ما نستحضر الشخصيه دي. ايه فايده التاريخ حضرتك؟ انتوا ليه بتجيبوني ها في هذا المنبر عشان اقول لكم تاريخ بلدنا عامل ازاي؟ عشان نقول احنا كنا ونقعد عاملين كده اهو؟ لا، انا بقول لك استحضري معايا الشخصيات دي. ليه احنا من اقل من اصل 1860ات دي امبارح في التاريخ بالنسبه للتاريخ يعني الطويل بنتكلم جدا على فكرة بتاعنا زمان خالص في الاستوديو القديم بتاعكم كنا اتكلمنا على اكتشاف مراكب خشبيه 4000 وي. مظبوط فعلا اتكلمنا عنها مره اللي فاتت. خشب اللي هو يعني لو انت حطيتيه على حبه ميه دلوقتي هيفلق وهيروح. صحيح. ومع هذا احتفظ بنفسه طول الفتره دي. طيب. يبقى اذا ده الاستفاده ايه بقى؟ الاستفاده العلميه من الصوره دي ايه؟ خلاص سياحيا قلنا وننزل بالصوره. الاستفاده ان انا هاخد حضراتكم بعد الساعه واحدة. دي صوره ثانيه يا استاذ بسام. دي من الصور الاساسيه على فكره في السيلفي. اوكي. ومن الرسومات الاساسيه. دي رسمه مش صوره. دي رسمه. مظبوط. الثانيه كانت صوره دي رسمه. وهقول لك مين رسمها في ثانيه دلوقتي. هاخدكم جوه معبد الوادي وهنتكلم عن الرسمه دي. طيب.
تمام كويس، وهنعمل محاضره 45 دقيقه مجانيه بالانجلش وبالعربي، لو في ناس اجانب هنعملها بالانجلش والعربي، وهنقول ان المحاضره دي اسمها The Riddle of the Sphinx، فزوره ابو الهول سفينكس. كويس، وهنقول من الفوازير هنحاول نفك طلاسم هذا التمثال. لو رجعنا للصوره تاني بعد اذن حضرتك، لحظي معايا كده الرسمه دي، بصي كويس كده واشرحيها لي، انت اشرحيها لي من وجهه نظرك، يعني ما تتكلميش اثريا، قولي لي انت شايفه ايه قدامك بالظبط، اي حاجه اي حاجه حضرتك شايفه. ابو الهول نايم. جميل، يعني عينه كده كانه قافل عينه وايه تاني؟ رقبته مثلا ايه؟ التراب ايه؟ فيها تعريجات. إيه؟ فيها تعريجات. حلو، جميل قوي قوي. يبقى احنا عندنا عوامل التعريه وعوامل الرياح عملت ده في ابو الهول. لحظه حاجه، الناس ايه؟ الناس واقفه فين؟ واقفه تحت ابو الهول على طول. بالظبط، وده طب وده كلام، هو مين ده اللي يقدر يقف هنا جنب رقبته؟ طب اشرح لنا بقى اكتر. الرمله كانت مغطيه جسد ابو الهول لحد ما الرسمه دي كانت مرسومه، في الوقت اللي الرسمه دي اترسمت فيه. طيب مين اللي رسم الرسمه دي؟ واحد اسمه فريدريك ناردن. انا عايز اجيب عيلته ادعوها عبر وزاره السياحه، لو حد من المسؤولين يجوا يحضروا لنا السيلفي دي. ليه؟ فريدريك ناردن وصل اسكندريه من الدنمارك، ده راجل كان بحار. نعم. كان يعني امير بحار بقى على اعلى مستوى، كابتن بحار. الملك بتاعه قال له روح ارسم لي الاثار بتاعت مصر، اياميها ما كانش فيه كاميرا، فانا الملك اقول لك، عارف ان انت رسامه كويسه، اقول لك ايه، روحي ارسمي لي الاثر بتاع مصر وارجعي. فرسم اثر بدقه. لو بصينا في الصوره هنلاقي الرمله واصله فوق. طيب فريدريك ناردن وصل اسكندريه سنه كام؟ 1737. هنقول الرقم معلش تاني، 1737 اتوجه للجيزه ورسم ابو الهول. حلو، النهارده احنا كام؟ 2016. بصي في الصوره تانية الله يكرمك، ننزل هتلاقي حاجه اغرب من الخيال. نعم، الانف. بالظبط، دي يعني دي مش دي من زمن، من زمن طويل كمان كده. يبقى من ضمن المفاجآت اللي هنفجرها يوم 31 ديسمبر ان شاء الله. أوكي. علميا وثقافيا في المحاضره اللي بعد السيلفي هنقول للناس مش نابليون بونابرت هو اللي كسر انف ابو الهول. طب معلومه بقى، ادينا معلومه تخص الموضوع ده. مش كده؟ هتقولي لي احنا طول عمرنا بنقرا في الكتب وبنقرا في المدائن ومش عارف ايه، وبيقولوا لنا ان نابليون بونابرت وقف بالمدافع وكسر ومن معركه الاهرامات، والقصه المشهوره دي كلها. مظبوط. هقول لك تعال، نابليون بونابرت راجل دموي وقاسي وغازي ومحتل وكل العبر فيه. بس كان لكن ما كسرش انف ابو الهول. كان في اقوال اخرى انه هي دي عوامل تعريه. الكسره. برافو عليكي. في السيلفي بقى هنخش بالكاميرا كمان وناخد صور عشان ننزلها على الايفنت او الحدث عشان العالم كله يعرف، وهوريكم خرمين، ثقبين، ثقب هنا، لو كانت الكاميرا على انف انا بقى مش عارف ابو الهول، ثقب هنا وثقب هنا. نعم سوري انا اسف، يعني الثقبين دول معناهم علميا ان في واحد طلع ومسك عتله او مسك حديده وخبط كده وخبط كده والانف راحت وقع. يعني يبقى نمرة واحد مش عوامل تعرية، مش عوامل تعرية. نمرة اتنين مش رياح ولا خمسين ولا زلزال ولا اي حاجة. نمرة تلاتة مش نابليون بونابرت. طب وده بيرجع لسنة كام الشخص ده عمل كده وهو مين؟ كويستيون مارك. اوكي، فك طلاسم ابو الهول. حلو قوي. هو طلاسم. طب تقولي لي ليه مش نابليون عوامل بونابرت؟ الجذب، عوامل الجذب في سرد الحقائق وسردها للناس، ده بيعمل فعلا عملية من التشويق والإثارة، وهو ده اللي بيحلي بقى الحكاية بجد. وده رسالتي إلى مدرسي التاريخ سواء جامعة أو مدرسة، درسوا التاريخ كده، يعني اعمل صوت وضوء في الحصة. حلو، يا ريت. نابليون بونابرت 1798 تمام؟ فريدريك ناردن وصل اسكندريه 1700 ايه؟ قلنا 3 ايه؟ 37. يعني في 61 سنه ما بين رسمه فريدريك ناردن ودخول نابليون، يعني قبل ما نابليون يخش مصر ويحتل في الحمله الفرنسيه اللي كلنا ذكرناها في المدارس دي، ب 61 سنه الانف كانت مكسوره، يبقى ازاي نابليون هو اللي كسرها؟ بس كانت هي متكسره 61 سنه. عيب علينا ان احنا ما نعرفش معلومه زي دي بجد. صح كده؟ والله فعلا. دعوه من خلال هذا الحدث وهذه الحمله الجميله
ان احنا كمان نعيد كتابة تاريخ هذا التمثال في مدارسنا وفي جامعاتنا. ده لازم. مش كده ولا ايه؟ المقريزي قال ان في واحد اسمه صائم الظهر طلع وكسره كده 4-5 جمل في المقريزي. نعم. برضو ما قدرش اخدها ك ونبدا نبحث مع بعض. طبعا نشوف الصوره بس الموجوده معانا برضو دلوقتي. ايه الصوره دي يا استاذ بسام؟ تعظيم سلام بقى يا مصريين. تعظيم سلام وتحيه كبيره كمان لجمهوري. لجمهوريه مصر العربيه لهذا الرجل المصري اللي يعيني ما حدش عارفه كتير. طب خليني اعرفكم عليه النهارده. اتفضل. الاستاذ المهندس المقاول الإداري أمير الإدارة والتنمية البشرية من 4400 سنوي حم إيونو، هذا هو اسمه، حم بالهيروغليفي يعني كاهن أو خادم، إيونو أو أون أو إيون يعني المطرية عن شمس. ده فعلا المطرية عين شمس، كان اسمها أون زمان. أون. إيون اللي هي اليوبلت بس. ليه ما كملناش بالأسامي دي؟ أنا مش عارفة بصراحة. أسامي تحفة. طبعا. طيب ليه الراجل ده تعظيم سلام والسلام الجمهوري؟ عمل ليه الراجل ده تمثاله لازم يبقى في وسط ميدان التحرير والمصريين يعدوا كده يتصوروا معاه؟ عمل إيه؟ هذا هو مهندس الهرم الأكبر لصاحبه خوفه. واو. عارفة نظام إيه؟ قهوة المعلم كذا لصاحبها كذا. بالظبط. طيب هرم حم إيون والمئة ألف عامل لصاحبه خوف، مش هرم خوفه بقى، مش هرم خوفه بس، خوفه ما نزلش زق. ده مهم، ده راجل مهم على فكرة، ده أهم شخصية في تاريخ بلدك. أنا من وجهة نظري حم إيونو ده اسمه إيه؟ حم إيونو ده اللي عجز مهندسي العالم المعماري. هتيجي مهندس في الدنيا في العالم يقدر يقف قدام هرم خوفه بس ما يبقاش عارف ازاي طبعا. ويبقى اتبنى ازاي طبعا. بس كنت انا بعد 35 سنة قراءة واكثر من 40 كتاب مألفهم منهم كتاب عن حم إيونو ذات نفسه اقف قدام الهرم واقول يا ترى بنوا الهرم ده ازاي. انا شخصيا بقى في علم المتواضع قوي يعني هو ده صاحب الفزوره اللي الناس كلها في العالم كله بتحاول تفكها ازاي ده حصل عليك. وازاي ده حصل. برافو عليك. لو انا قدرت استرجع التمثال ده ودي حمله جوه سفنكسي جوه برضو 31 ديسمبر تمام. هنطالب عبر هذه الحمله بعوده حم إيونو. ليه؟ هو مهندس الهرم الاكبر. عارفه الهرم فيه الاكبر دلوقتي. هرم من كام هرم في مصر؟ كام في مصر يا مصريين؟ في 123 هرم نحن نعلم منهم خوف وخفرع وبانكا ورع ويعيني كمان بنسميه منقرع. ايوه منقرع ده بيحصل للرجاله لما بيكبروا بيحصل لهم منقرع. احنا بندلع الناس يعني او منقرع يعني بنخبط على الباب منقرع. انما منقرع دي مش اسم ملك خالص. طب التمثال بتاع حم إيونو ده موجود فين؟ اشكرك على هذا السؤال اللي خلينا نبكي بدل الدموع دم. حم إيونو موجود في مدينه في المانيا اسمها مدينه هيلدسهايم. المتحف اسمه رومر اوند بلياتزس ميوزيوم. هتقولي لي يعني مش في برلين؟ مش جنب راس نفرتيتي؟ ايوه اللي الالمان واخدينها عايزين نسترجعها. ايه اللي خلاه يحطه في مدينه صغنونه؟ هذا التمثال هو التمثال الوحيد في العالم لحم إيونو. هتقولي لي يعني احنا عندنا في مصر مفيش تماثيل لحم إيونو؟ لا يا خبر. هو التمثال طيب الوحيد. طب البريتش ميوزيوم؟ لا. طب المتروبوليتن؟ طب تورين؟ طب برلين؟ طب مفيش. التمثال الوحيد ليه اللي اتوجد جوه مقبرته اتوجد واتبعت المانيا للاسف. طب ازاي ما نعرفش عنه اي معلومات خالص والخارج عرفوا معلومات عنه فعليا قدروا ان هما ياخدوه؟ فانا ربنا اكرمني واجتهدت ومع إدارة برضو حكومية وطنية اسمها دار المعارف عملنا كتاب اسمه حم إيونو. هنقدر نرجعه أو طلبته أساسا برجوعه مرة أخرى؟ وعملنا الحملة ولكن الألمان مسكين بإيديهم وسنانهم في الاتنين دول في حم إيونو وفي نفرت إيتي اللي هي احنا بنسميها نفرتيتي. مش عكس ما نفرتيتي هي نفرت إيتي. جميلة أتت جميلة أتت تمام. نفرت إيتي. طيب حم إيونو مرة تانية إيه أهميته بقى من ناحية بتاعتنا؟ هيخرس ألسنة الصهاينة ان هم اللي بنوا الهرم لانه مصري 100%. المسؤول اخر حاجة حولها لك حم إيونو اللقب من القابه المسؤول عن كل الاعمال الانشائية للملك خوف يعني هير. المقاول هير. والاداري والمهندس تمام. ادي العبقرية اللي هنتكلم عليها. يلا يا مصريين كلكم تعالولي يوم 31 الساعة 12 الظهر. اقطع تذكرتك في بلدك هات عيالك هات ولادك هات قرايبك. لازم يكون في انتشار للمعلومة دي او المبادرة دي او الايفنت ده علشان الناس تيجي. فلازم ده يحصل. هل في هيكون في دعم من خلال وزارة الثقافة؟ هيكون في دعم من وزارة السياحة؟ طب التصاريح اخدتوها ولا لسه تم الموافقة عليها ولا الله ينور على حضرتك. دلوقتي انا عايز من وزارة السياحة لو يسمحوا يساعدوني في تصريح ان انا هجمع الناس دي كلها قدام ابو الهول. بس
مش مطلوب منه اكتر من ان هو يعمل لي تصريح ان انا هل هيكون في عقبات ممكن تاخر الحكايه؟ لا دلوقتي لا، لكن انا عايز بس التصريح ده لان ده بيبقى تصريح امني وتصريح كذا وانا ما بعرفش في الحاجات الحكوميه وكده، فيساعدوني في ان هم يطلعوا لي التصريح ده. اتفضل يا عم بسام اتصور قدام ابو الهول. الصوره يا جماعه بليز نشوفها دلوقتي. تمام كده اهو عشان تعلق عليها معانا. دي بقى قبل ما نخلص يا جماعه. يوم السبت ان شاء الله النهارده ايه الاربعاء خميس 4/19 تصحوا بقى الساعة 5:30 الصبح خلاص على 6 إلا كده يبدأ الشروق، هي يوميها الشروق هيبقى 6:02 حلو، وتبصوا على قدس الأقداس في معبد أبو سنبل في النوبة زي العظيمة زي كل سنة زي كل سنة مرتين، مرة 22 فبراير ومرة 22 أكتوبر، ودي حالة مناخية طقسية وبيختار التمثال اللي في النص ده تحديدا عشان يكون ارجع للصورة تاني بسرعة عشان يكون منورين. شوف الصورة لو سمحت بس في 15 ثانية هقول لك في الثلاث تماثيل، هتقولي لي استنى يا بسام دول أربعة هقول لك لا الثلاث تماثيل لو بصينا أهو كده، هتقولي لي يا بسام دول أربع تماثيل أهو أهو أربعة وفي واحد من اليمين للشمال رعور أختي رعمسو الثاني اللي هو احنا بنسميه رمسيس الثاني خطأ اسمه رعمسو ما اسموش رمسيس كويس، إيه من رع اللي هو احنا خطأ بنسميه أمون رع ما فيش أمون في الهيروغليف أوكي إيه، والرابع اللي على الشمال الغلبان بقى ده حارس ده اللي مش منور ده أيوه. بتح بتح اللي احنا بنسميه بتاح ده رب الاسطوري حلو الاربعه دول مهمين جدا في قدس الاقداس. تقولي لي امال ليه مصر القديم نحت المعبد انه ينور الثلاث تماثيل بس، ليه الرابع بتح ده اللي على الشمال ده ما بينورش ليه واقف ليه مش قاعد كمان خلاص هم الاربعه قاعدين ماشي بس هو راسه مكسور طيب بتح ما بينورش ليه؟ لان بتح جزء في الاسطوره من رحله الليل. بصي العبقريه رحله الليل يعني ايه؟ مصر القديم عنده رحله في الحياه 24 ساعه 12 ساعه نهار و12 ساعه ليل، بتح جوه ال 12 ساعه بتوع الليل ما ينورش، لو كان بتح نور لانهارت ابو سنبل وكل الظاهره دي. شوفي العبقريه طبعاً. ان هو قال لك لو نورته طب ينور ازاي وهو في ال 12 ساعه بتوع بالليل؟ صحيح. فالناس تقول لك ايه يا عم اتعمل تقول اللي فلك في مصر القديمه والعبقريه، طب هو ما نورش، اقول له ده بالذات بقى الناس تعدي عليه راح اختي علي مين يقولوا له منور رعم السول ملك منور ايه من رعم منور بتح مش منور. استاذ بسام احنا عايزينك تكون موجود معنا كل يوم مش كل اسبوع بجد لانه حقيقي بجد الواحد لازم يكون عنده معلومات دي حاجات جميله جدا وهنتعلم منها كتير قوي، مش بس عشان نعرف هنتعلم في المستقبل حاجات كتير، كل الغاز المستقبل في ايد مصر القديمه. انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده دكتور بسام ولقبولك استضافتنا، وان شاء الله نشوفك قريبا نتكلم اكتر ويا ريت توافينا بعد يوم راس السنه ايه اللي حصل بالظبط عشان برضو نكون متابعين مع حضرتك. بشكركم على بشكرك جدا. مشاهدينا كان معانا الاستاذ بسام الشماع وهو عضو جمعيه الدراسات التاريخيه واتكلمنا عن مبادره اكبر صوره سيلفي مع تمثال ابو الهول يوم راس السنه، اتمنى الناس كلها تشارك في المبادره دي حقيقي مبادره عظيمه جدا. اشوفكم بعد الفاصل وضيف جديد ونهاركم دايما سعيد.